بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على أن جمعنا في هذه الليلة، ليلة السبت الثالث من شهر ربيع الثاني أو الآخر من عام 1433 للهجرة النبوية الشريفة، مع موضوع من المواضيع المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، وهي مهارة القراءة. والعناصر التي سنتحدث عنها في هذه المحاضرة هي مقدمة، ثم أول آيات أنزلت على سيد البشر، وقفات ومعالم، ثم أنواع القراءة، ثم بين الكم والكيف، ثم تسريع القراءة، وأخيرا الإعراب والقراءة الصحيحة. وأبدأ أولا بمقدمة في هذا الموضوع، وهي إن خاصية الإنسان التي تميز بها عن سائر الحيوان القدرة على التفكير والوصول إلى النتائج والاستدلال بالمشاهد على الغائب لمعرفة صورته وحكمه. ولهذه الخاصية وسائل وطرق لكي تتحقق على أرض الواقع، أهمها ما أعطاه الله هذا الإنسان من عقل وسمع وبصر. فهذه الأمور الثلاثة، العقل والسمع والبصر، هي مصادر المعرفة الأولية التي يتلقى بها الإنسان معلوماته. قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى في سورة السجدة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال في سورة الملك: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهذه الحواس الثلاث يوجد مثلها من حيث الصورة الظاهرية لدى البهائم. ولكنها وضعت لتحقيق ما خلقت له، وللعمل بمقتضى الهداية الإلهية التي هداها الله تبارك وتعالى لها، كما قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه، حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به على ذلك. ولكن لما كان خلق الإنسان عقل الإنسان وسمعه وبصره له من الخاصية ما ليس لهذه الحيوانات، كان مدار التكليف والجزاء والحساب على هذا الإنسان العاقل السميع البصير. وحين يعطل الإنسان هذه المصادر الثلاثة عما خلقت له من التوصل إلى أعظم حقيقة على وجه الأرض، فإنه حينئذ يكون كالبهيمة، بل هو أضل منها. يقول الله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فعقولهم وأبصارهم وأسماعهم مقصورة على معرفة ما في هذه الحياة الدنيا من المتع والمعلومات، ولكنها غافلة عما يقف وراءها
وحين يقف الكفار على شفير جهنم يعترفون بهذه الحقيقة المرة فيقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن هذه المصادر الثلاثة يتكون لدى الإنسان القدرة على القراءة ومعرفة كثير من المعارف والعلوم بواسطة فك رموز الكتابة، وهذه النعمة، أعني نعمة القراءة، منحة إلهية عظيمة امتن الله تبارك وتعالى بها على خلقه، فعلم الإنسان البيان بالنطق وعلمه بالقلم. وفي هذه الدقائق المعدودة نقف وقفات مهمة للتعرف على أشياء يسيرة عن مهارة القراءة وأثرها في حياة الإنسان وأهميتها لطالب العلم الجاد وكيفية استثمار الأوقات فيها. النقطة الثانية: أول آيات أنزلت على سيد البشر وقفات ومعالم. في ذلك الغار المتباعد عما يفعله المشركون من الظلم في ربوع البلد الطاهر الذي بناه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نزل الحق بالحق على القلب الطاهر الزكي. وفي أول لحظة من لحظات الاتصال بين العالم العلوي والعالم السفلي، وفي أول خطوة من خطوات الدعوة إلى توحيد الرب جل وعلا وتعظيمه، يأمر الله خليله ومصطفاه وخيرته من خلقه بهذا الأمر العظيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رسول لا يكتب ولا يقرأ، تكون أول الأوامر إليه بالقراءة وبالتعليم بالقلم، لأن القلم هو أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا في حياة الإنسان. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان. فالأول هو العلم الذهني، والثاني هو العلم اللفظي، والثالث هو العلم الرسمي. والعلم الرسمي يستلزم العلم الذهني واللفظي، وأما العلم الذهني واللفظي فإنه لا يستلزم الرسمي، ولهذا ابتدأ الله تبارك وتعالى بالقراءة لأنها هي المعبرة عن العلم بالرسم، فيكون الأمر بها أمرا بما في الأذهان وأمرا بما في اللسان، فيكون الأمر بالقراءة أمرا بالعلم الذهني وأمرا بالعلم اللساني النطقي أو اللفظي. والقراءة لا تكون منفصلة عن الله تبارك وتعالى، لأنها بدون الرب جل وعلا ضرر ووبال، بل القراءة باسمه والتعليم بالقلم منه، فله المنة وحده لا شريك له في كل شيء، له المنة بالتعليم، وله المنة بالخلق، وله المنة بالهداية، وله المنة بالتوفيق، وله المنة بكل ذرة من هذا الكون كله، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وسبحان الله حين نمسي وحين نصبح، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين نظهر. وبالقلم تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم، فأي دلالة أعظم من هذا الافتتاح للنبوة الخاتمة والرسالة المهيمنة على أهمية القراءة وعظيم أثرها. النقطة الثالثة: القراءة مفتاح العلم أو مفتاح العلوم كلها. وكلمة العلم وإن كانت مفردة، لكن إذا دخلت عليها الألف واللام صارت شاملة لكل علم. فنقول: ليس المقصود بالقراءة أن تميز بين الحروف وأن تعرف كيفية نطقها، ولا أن تنطق بالكلمة المركبة من مجموعة من الحروف، بل المقصود من القراءة أن تتحصل على معارف وأن تفهم ما تقرأ فهما يمكنك من تحويله إلى مهارات. هذه المهارات تكون سلوكا لك في حياتك وإضاءات تنير لك الطريق في كل علم بحسبه. وهذه القراءة هي مفتاح العلوم كلها، فلا يمكن لعلم أن يثبت ويدوم ما لم يكتب، وإذا كتب فلا بد أن يقرأ، وإلا فمن لا يقرأ هو ومن يجهل القراءة سواء،
فالشيء الذي إذا كتب ولم يقرأ لا قيمة له. وقد أثبتت البحوث العلمية أن هناك ترابطا مرتفعا بين القدرة على القراءة والتقدم الدراسي، فكلما كان الإنسان قادرا على القراءة بشكل صحيح كان حينئذ قادرا على التقدم في دراسته بشكل جيد وتفوق ملحوظ. ولذا فإن كثيرا من المناهج الدراسية الحديثة حتى على مستوى التعليم العالي تضع ضمن مناهجها مادة القراءة، يدرس فيها الطالب كيف يقرأ قراءة صحيحة، وكيف يستفيد من قراءة بتحصيل المعلومات وتثبيتها، وكيف يطبق أسس القراءة الصحيحة على أنواع العلوم المختلفة. ثم إن الطالب بالقراءة يحصل من العلم ما لا يستطيع تحصيله مع المدرس، فإن الالتقاء بالمدرس يكون له وقت محدود ويشترك معه في الغالب مجموعة من الطلاب، والأفهام حينئذ تكون متفاوتة، والمدرس يراعي المتوسط من هذه الأفهام. ولكن حينما يتعلم الواحد منا القراءة الصحيحة فإنه يختصر على نفسه الوقت ويحصل في أوقات يسيرة ما يحصله غيره مع المدرس في أوقات طويلة. ولكن قد تكون مفاتيح القراءة في يد المدرس، فأنت تحرص على معرفة هذه المفاتيح، كما قال العز بن عبد السلام: العلم في بطون الرجال، في صدور الرجال، ثم أودعوه في الكتب، ثم صار مفاتيح هذه الكتب في صدور الرجال. وما ذكره رحمه الله هو ما اعتمدته الطرائق الحديثة في التربية على تعليم التعلم نفسه، يعني أن تتعلم التعلم نفسه، يعني تتعلم كيف تتعلم، وأن يكون لدى الواحد منا قدرات خاصة في مواصلة التعلم في جميع الأوقات، ولكنه يأخذ المفاتيح من أهلها ثم ينطلق بعد ذلك في آفاق المعرفة. ومن الأشخاص الذين يعني ذكر عن نفسه أنه تعلم بنفسه شيئا كثيرا العز بن عبد السلام رحمه الله، فإنه يقول: ما احتجت في شيء من العلوم إلى أن أكمله على الشيخ الذي أقرأه عليه، وما توسطته، يعني ما توسطت في قراءة كتاب على شيخ حتى يقول لي استغنيت عني فاشتغل مع نفسك، ومع ذلك ما كنت أتركه حتى أختمه عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ويذكر ابن بدران رحمه الله، وهو الدومي من دومة، فك الله أسرها ونجى أهلها وأهل الشام كلهم من كيد الفجار وتسلط الفساق، ورفع الله عنهم البلاء والضراء، وبلاد الشام كلها بلاد مباركة، وهي ستنفي عنها بإذن الله الفتن، ومنها ينطلق المجاهدون للقتال في سبيل الله حتى يقاتلوا المسيح الدجال، وفي أرض الشام يقتل المسيح الدجال على يدي المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ابن بدران الدومي رحمه الله يقول عن نفسه أنه ما احتاج لأن يجلس عند المشايخ كثيرا، وكان قد تعلم كيف يقرأ قراءة صحيحة، فقرأ لنفسه شيئا كثيرا بعد أن أخذ مبادئ العلوم عن المشايخ في زمانه. النقطة الرابعة: أنواع القراءة. القراءة تتنوع إلى أنواع كثيرة من كيفيات مختلفة، نذكر منها أنواع القراءة من حيث نوعية المقروء. أنواع القراءة من حيث نوعية المقروء، وتتنوع من هذا الباب إلى فروع رئيسية أو رئيسة أربعة. أولا القراءة الثقافية، ولا تظن حينما أقول الثقافية يعني أنها شيء ثقافي غير مهم، لا، وإنما نريد بذلك الإلمام بالأولويات من أمور الدين أولا ثم في أمور الدنيا. ويدخل في أمور الدين ما يتعلق بالواجبات الشرعية على كل مسلم في يومه وليلته، والتي تعينه على وما يعينه على التزام الطريق الصحيح في هذه الحياة. النوع الثاني أو الفرع الثاني القراءة الأكاديمية الدراسية، وهذه القراءة تستوجب الفهم المتعمق لعدة مواد، يتمكن المرء من اجتياز اختبار معين
أو الحصول على مؤهل دراسي يعينه على العمل وتحديد المهنة. وهذه القراءة لها خصائص، منها الإلمام بكل نواحي المادة المقروءة، كما أنها تتميز بعدم وجود عامل الاختيار الحر للمادة المقروءة وإنما تكون إلزامية. النوع الثالث القراءة المرجعية، وهذه القراءة يراد بها أنك حينما ترغب في بحث عن معلومة معينة فإنك يتطلب ذلك منك الاطلاع على عدة مراجع أو كتب، فحينما تبحث عن تفسير آية فإنك ترجع إلى مجموعة من كتب التفسير، أو تريد معرفة حكم حديث من حيث الصحة والضعف فإنك ترجع إلى كتب الحديث، أو تريد معرفة حكم فقهي فإنك ترجع إلى كتب الفقهاء. النوع الثالث قراءة المتعة، وهذه قد تكون أقل القراءات شأنا وتشمل قراءة الصحف والشعر وبعض القصص، وهدفها في الغالب الترويح عن النفس والتسلية، لا يراد بها تثقيف الإنسان وإحاطته بما يقع حوله وما يجب عليه معرفته، وليست هي قراءة أكاديمية ولا مرجعية، وإنما يكون المقصود بها التسلية والترويح ورياضة النفس حتى تعود أكثر نشاطا. وهذه يفزع إليها الإنسان حينما يمل من القراءة المتخصصة أو الأكاديمية أو القراءة الثقافية العلمية، فإنه يفزع إليها فيقرأ في السير، يقرأ في قصص التابعين، قصص السلف، مما يعينه على إعادة النشاط مرة بعد أخرى للقراءة في ما يكون له أهمية كبيرة في حياته. هذا من حيث المقروء، والقراءة تتنوع أيضا من حيث الوسيلة التي نقرأ بها إلى ثلاثة أنواع. أولا قراءة صامتة، والقراءة الصامتة هي عملية يتم بها تفسير الرموز الكتابية وإدراك مدلولاتها ومعانيها في ذهن القارئ دون صوت أو همهمة ولا تحريك شفاه، يعني حتى الشفاه لا تتحرك. وليس معنى قراءة صامتة أنك تحرك لسانك أو شفتيك، لا، القراءة الصامتة هي عملية ذهنية ليس فيها صوت ولا همهمة ولا تحريك شفاه، وتعتمد على عنصرين أساسيين، الأول النظر بالعين للكلمات المقروءة، والثاني النشاط الذهني لاستيعاب الكلمات المقروءة. النوع الثاني قراءة جهرية، وهي التي تتم فيها ترجمة الرموز الكتابية إلى ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة متباينة الدلالة، وتعتمد على ثلاثة عناصر: أولا رؤية العين للكلمات المقروءة، ثانيا نشاط الذهن في إدراك معاني الكلمات، ثالثا التلفظ بالصوت المعبر عما تدل عليه الكلمات. ولها مبادئ ومهارات معينة حتى تتم بطريقة صحيحة، ليس هذا يعني لا يتسع المقام لذكرها، وإنما أشير إلى أصول هذه الأمور. النوع الثالث من القراءة قراءة الاستماع، وهنا هذه القراءة تتم بحاسة الأذن بحيث يستقبل فيها الإنسان المعاني والأفكار الموجودة في الألفاظ والعبارات التي يسمعها أو يراها في رموز وإشارات تترجم إلى ألفاظ مسموعة. وهذه القراءة تحتاج إلى حسن الإنصات ومراعاة آداب الاستماع وعدم المقاطعة والتشويش، وأيضا ملاحظة نبرات الصوت وطريقة الأداء اللفظي لقارئ النص. هذه أربعة أمور أساسية في قراءة الاستماع: أنك تكون تحسن الإنصات، تراعي أدب الاستماع وعدم المقاطعة والتشويش، وتلاحظ نبرات الصوت، والرابع طريقة الأداء اللفظي لقارئ النص. وما تمارسونه الآن أنتم هو عبارة عن قراءة الاستماع، فأنتم تسمعون بآذانكم وتحاولون أن تلتقطوا في أذهانكم ما يلقى إليكم. وكان السلف رحمهم الله مع الاستماع يقيدون العلم، وطرق تقييد العلم في هذا الزمن بحمد الله سهلة وميسورة من التسجيل، ثم أيضا حتى النقل بحمد الله تستطيع أن تنقل كميات كبيرة في لحظات يسيرة.
وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى العلم لأهله وطالبيه. وكم لله تبارك وتعالى علينا من نعم نعجز عن إحصائها وعدها. هذه أشهر أنواع القراءة. وأن تلاحظ أن أنواع القراءات من حيث المقروء ومن حيث طريقة القراءة لها أهمية كبيرة في أنك تحدد أنت ماذا تقرأ حتى تعرف كيف تقرأ. فالقراءة الثقافية لها شروطها، والأكاديمية كذلك، والمرجعية كذلك، وقراءة المتعة لها ما يتعلق بها. وقد تزيد يعني أنواع أخرى من حيث المقروء، فهناك قراءة نقول قراءة وظيفية، يعني حينما تكون موظف في جهة ما ويطلب من كتابة تقارير، تلخيص مقالات وغير ذلك من الأشياء، فإنك أيضا هذه القراءة تعتبر نوع من أنواع المهام التي تطلب منك، فتحتاج أيضا إلى ذهن وطريقة وأسلوب معين لكي تصل إلى النتيجة المطلوبة. ونحن في هذه المحاضرة أيها الأخوات لا أعطيكم في الحقيقة يعني تدريب مباشر على كل هذه الأشياء، وإنما أتحدث بصورة عامة فيها شيء من التفصيل اليسير عما يتعلق بهذه المهارة. ومن المفيد أن أقول لكم أنك تستطيع أن تجد على صفحات النت مواقع كثيرة جدا فيها تدريبات مفيدة جدا فيما يتعلق بأنواع القراءة. النقطة الخامسة بين الكم والكيف. الكم هو عدد ما تقرأ، والكيف هو ماهية ما تقرأ. نحن في هذا الزمن كل شيء فيه يجري بسرعة، الوقت يمضي بسرعة، المعلومات تتكاثر وتتزايد بسرعة، التقنية تتطور بسرعة، الأحداث تتغير وتمشي بسرعة، ما عدا في الحقيقة واقع المسلمين هو الذي يمشي ببطء شديد. وحينما تقرأ، واسمحوا لي أن يعني أنحرف يمنة أو يسرى عن موضوع الدرس، أقول حينما تقرأ ماضي المسلمين من 70 سنة أو أزود أكثر من ذلك، قل 100 سنة، فإنك تجد يعني حال المسلمين كما هو لم يتغير إلا في أشياء يسيرة، وما زال الغرب يعبث بالمسلمين ويعيث في أرضهم فسادا، وواقع المسلمين لا يتغير إلا بصورة بطيئة. وهذا من ضعف المسلمين وعدم مبالاتهم، وإلا فإنهم على جانب كبير من العلم وجانب كبير من الخير والبركة لو أنهم استطاعوا أن يوحدوا صفهم ويجمعوا كلمتهم ويعودوا إلى ربهم عودا صحيحا. وهذه الكلمة لها تفاصيلها ويتعلق بها كلام كثير قد لا يكون الوقت متسعا له، ولكن أقول إن حنا في زمن يسير بسرعة، ولكننا للأسف نسير ببطء كبير ونكرر نفس الأخطاء ونلدغ مع نفس الجحر، ويعود إلينا الأعداء بصور متلونة فنقبل منهم ونثق بهم مع كثرة ما يخدعوننا. فعسى الله أن يرحمنا برحمته وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول بين الكم والكيف، في هذا الزمن الذي زار فيه كل شيء، هناك يعني ظهرت الحاجة إلى كيفية تسريع القراءة والوصول إلى معلومات كثيرة في وقت قصير. والدراسات كثيرة، بعضها مبني على مجرد أوهام، وبعضها مبني على معلومات صحيحة ودراسات موثقة.
ولكن من المؤسف أن هذه الدراسات يطبقها أهل الإسلام على جميع أنواع العلوم دون أن يدركوا المنشأ التي نشأت فيه هذه الدراسات والأسباب التي دعت إليها والمعلومات التي تعالجها. حتى إن بعضهم طبق هذه الدراسات على القرآن الكريم فصار يقرأ القرآن الكريم قراءة تصويرية فيختمه كله في بضع ساعات أو بعض الأحيان في ساعة واحدة. هذه القراءة التصويرية قد تكون مفيدة في مراجعة المحفوظ كما كان يفعل ابن عز بن عبد السلام، فإنه كان يقول رحمه الله: ما لي 30 سنة لا أنام حتى أراجع أبواب الأحكام كلها. وهذه المراجعة مراجعة ذهنية تصورية، فيتصور في ذهني هذه الأمور كلها، ولكن هذه المراجعة لا تصلح للقراءة الصحيحة التي يقصد بها الفهم والاستيعاب والمناقشة والمجادلة وطلب التفكر والتدبر وتفتيق الذهن للوصول إلى معاني عظيمة ومفيدة. وقد كان السلف يكررون قراءة الشيء الواحد مرات كثيرة بحسب أهميته وفائدته، ولهم في ذلك كلمات كثيرة ومواقف عجيبة. حتى إن المزني رحمه الله قرأ كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة، وكان يقول في كل مرة يكون له معه وقفات وفوائد لا توجد فيما سبق. ويذكر عن العقاد أنه كان يقول: لأن أقرأ كتابا واحدا 3 مرات خير من أن أقرأ 3 كتب. وكانوا يقولون: صاحب الكتاب يغلب صاحب الكتب، يعني صاحب الكتاب الذي يقرأ كتابا واحدا ويفهمه فهما صحيحا هذا يغلب صاحب الكتب الذي يقرأ كثيرا لكنه لا يركز. ولكن حينما نوازن بين الكم والكيف لا يعني ذلك أن الكم هو المقصود دائما والكيف ملغي، ولا أن الكيف مقصود دائما والكم ملغي. فهناك يعني أشخاص يمكن أن يكون لهم القراءة الكمية تناسبهم، والقراءة يعني يستطيع أن يحصل أشياء كثيرة في أوقات يسيرة، وأيضا نوعية أو ماهية العلم الذي يتعلمه لا يحتاج إلى التركيز الشديد والتفكير والتأمل بقدر ما يحتاج إلى جمع معلومات أكثر. بينما قد يكون في بعض العلوم التركيز على الكم على الكيف أكثر من حيث الفهم والتأمل وتشقيق الكلام ومعرفة دلالته اللفظية ودلالته غير اللفظية وما يمكن أن يبنى عليه من أحكام وتصورات إلى آخر هذه الأمور الذهنية التي يستطيع القارئ أن يشقق فيها الكلام حتى يصل إلى معلومات كثيرة هي غير منطوقة لكنه استخرجها من هذا المنطوق. فالموازنة بين الكم والكيف مطلوبة، وأيضا تختلف باختلاف العلوم وباختلاف المقروء وباختلاف أيضا الأشخاص كذلك. فإنه يجب أن نقر ونعترف بأن الأشخاص من حيث القدرات متفاوتون، لا كما يقول بعض الأشخاص أن جميع الناس متساوين في القدرات الذهنية، فإن هذا مخالف لما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه من أنه ميز بين الناس وأنه يخلق ما يشاء ويختار. ونحن ندرك هذا حتى في الواقع، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل مع الأشخاص بحسب تفاوت قدراتهم وأذهانهم. فنجد أنه مثلا يقول لأبي ذر: إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على 2 ولا تولين مال يتيم. وفي غيره يوليه، بل ولى أسامة بن زيد وهو ما زال دون 20 سنة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال يعني: إنهم يطعنون في إمارة أسامة وإنه لخليق لها ولقد كان أبوه خليق لها من قبل. يعني في ناس خليقين للإمارة وفي ناس ما هو خليق للإمارة. فهذه قدرات
فاوت الله تبارك وتعالى بها الخلق كما فاوت في أبدانهم، فهناك أبدان قوية وتتحمل وهناك أبدان ضعيفة، حتى وإن تمرنت نعم تستطيع أن تصل إلى درجات جيدة من القوة، لكنها لا تصل إلى الدرجات التي يريدها الله تبارك وتعالى لبعض الناس دون بعض. وهكذا أيضا الذهن يمكن تدريبه ويمكن تعويده ويمكن يعني خلق أدوات كسبية قد لا تكون وهبت له في الأصل، لكن الله تبارك وتعالى ساوى بين الخلق من حيث القدرات الأساسية، ساوى بين الخلق من حيث القدرات الأساسية والتي بها يعاقب ويحاسب ويكلف ويجزي على الخير خيرا وعلى الشر شرا، ولكن يتفاوت الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مثل ما بعثه الله تبارك وتعالى به من الهدى والنور كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ثم تفاوتت هذه الأراضي في قبولها لهذا الغيث. فإذا الموازنة بين الكم والكيف مطلوبة، والإنسان ينظر إلى طبيعة نفسيته. أذكر عن الشيخ جعفر إدريس، الشيخ الأستاذ الدكتور جعفر إدريس، وهو من هو في حدة ذكائه وصفاء ذهنه وجمال كتابته، يقول إنه كان قراءته بطيئة جدا، قراءته بطيئة، ومع ذلك حصل أشياء كثيرة. فليست القضية في سرعة القراءة أو بطء القراءة بقدر ما هو ماذا حصلت من القراءة. ولأجل ذلك أحببت أني أعقد يعني نقطة أو فقرة من فقرات هذه المحاضرة عن تسريع القراءة. فتسريع القراءة هي عبارة عن أسلوب القراءة تتضاعف في كمية المادة المقروءة في وقت معين. وأنا ألاحظ أن إحدى الأخوات ذكرت يعني أنواع القراءة من حيث طريقة القراءة، الطريقة التي تقرأ بها، والطريقة التي تقرأ بها هي الصامتة أو الجهرية، هذا من حيث الطريقة أو الأسلوب الذي تعتمد في القراءة. لكن هناك طرائق أخرى ممكن أن نشير إليها في القراءة السريعة، وسيأتي بيانها إن شاء الله في التفريق بين المبادئ الأساسية والرئيسة في القراءة السريعة والمبادئ أو المبادئ الفرعية، المبادئ الرئيسة والمبادئ الفرعية والطريقة التي تستخدمها لكي تسرع من إجادة ذهنك للقراءة بطريقة أسرع. في القراءة السريعة يختزل وقت القراءة إلى الربع أو أقل، وطبعا هذا يعتمد على مستوى القارئ وثقافته ومدى إتقانه وتدربه على هذه المهارة، وتعتمد أيضا على نوعية المادة المقروءة، بحيث بعض المواد يمكن تطبيق نظام التسريع فيها وبعضها يحتاج إلى تأمل وتأني. فنشير هنا إلى أهم المبادئ الرئيسة والمبادئ الفرعية لتسريع القراءة. المبادئ الرئيسة هي أولا مسح المادة المقروءة. يراد بمسح المادة المقروءة أنك تمر بسرعة على المادة المقروءة للتعرف على شكلها قبل الشروع في قراءتها. فمثلا إذا كنت تريد أن تقرأ كتاب فتطلع على مقدمة الكتاب وتتعرف على أهداف المؤلف، ثم تنتقل إلى أبواب أو فصول الكتاب الرئيسية وعناوينها العريضة وعلاقة بعضها ببعض، ثم تلقي نظرة سريعة على الأشكال التوضيحية المستخدمة في الكتاب وأيضا على الخاتمة. هذه تسمى مسح المادة المقروءة. ولو كان الذي تقرأه مقال فإنك ينبغي أن تتعرف على الموضوع وعلى الأهداف وعلى الأسلوب العام للموضوع، وتنظر أيضا إلى العناوين الرئيسة، الكلمات التي وضعت ببنط عريض، الكلمات التي وضعت ببنط مائل، الكلمات التي وضعت على الحاشية، الكلمات التي وضعت في أعلى المقال. كل هذه عبارة عن أفكار تعين على تحضير الذهن لاستيعاب المادة بسرعة أكثر وعلى سرعة القراءة. النقطة الثانية هي إتقان أسلوب القراءة المضطردة، بمعنى أن القراءة المضطردة هي عبارة عن القراءة دون تراجع. فكثير من الناس حينما يقرأ وتشكل عليه كلمة أو يظن أنه ما في يعود إليها مرة أخرى أو مرة ثانية وثالثة وربما رابعة وخامسة، فيعود للقراءة أكثر من مرة.
وهذه العادة قد تستمر مع الشخص حتى في قراءة الأشياء التي لا تحتاج إلى أنك تعيد مرة ثانية الكلمة أكثر من مرة، لأن ما بعدها قد يشرحها لك، وهذه تؤدي إلى تشتيت الذهن وتعيق تسلسل الأفكار لإكمال الصورة وترسيخ فكرة المادة المقروءة. فإذا من السهل أن تتخلص من هذه العادة بأنك تصر على عدم التراجع والتوقف، بل تستمر في القراءة. وطبعا ستواجه في المحاولات الأولى أنك قد ما تستوعب 100% ولا 70%، بل بعض الأحيان قد تكون 65% استيعاب، ولكن حينما تتمرس تزيد حينئذ من استيعابك أكثر فأكثر إلى ما كنت عليه سابقا أو أكثر. وطبعا قد تحتاج أنك تعيد القراءة مرة ثانية كلها، لكن أنت لا تعيد جزئيات، بل اقرأ بسرعة كل الجملة الكاملة. وقد يكون ما أشكل عليك من هذه الفكرة أو الكلمة التي أنت رجعت إليها وحاولت أنك تفهمها أكثر شرحها وبيانها فيما يأتي. كما أننا حينما نشرح للطلاب ويستوقفك واحد يقول طيب يا شيخ كذا، ما رأيك في كذا، هذه المقاطعة تشتت ذهن المدرس وذهن الطلاب. ومن المهم أنك تقول له جيد أن تسجل أسئلتك ثم بعد ذلك تطرحها علينا لكي ننظر فيها. وفي كثير من الأحيان يأتي جواب هذه الإشكالية أثناء الشرح. وكذلك نقول في القراءة، واصل القراءة، لا تتراجع، لا تقف كثيرا أمام الكلمات غير المفهومة، ممكن تسجلها بسرعة ثم بعد ذلك تعود إليها حينما تكمل فكرة الفصل أو المطلب أو المبحث كله. الجزئية الثالثة في المبادئ الرئيسة لتسريع القراءة استخدام القراءة العينية المنتظمة. عملية الجهر بالقراءة وتحريك الشفاه وإن كانت مفيدة في الفهم في بعض الأحيان، لكنها تستغرق وقتا أكثر وتتطلب جهد أكبر، وهذا من أهم معوقات القراءة السريعة. وكذلك تحريك العينين بدرجة كبيرة، بحيث أنك تنطلق بعينك من الجهة اليمنى إلى اليسرى ثم تعود من اليمنى إلى اليسرى، هذا أيضا قد يعيق القراءة السريعة. حاول أنك تركز على وسط الكتاب ثم تستوعب ما عن يمينه وعن شماله، وتلتقط الكلمات التي عن يمين وعن الشمال بنظرة واحدة، أو أنك تدرب عينك على الانتقال السريع من أول السطر إلى آخر السطر، وسيؤدي هذا إلى مضاعفة القراءة السريعة. النقطة الرابعة في قضية المبادئ الرئيسة أنك تتعايش مع المادة المقروءة، ومعنى ذلك أنك تركز التركيز التام، وهذا أكثر ما يعين على الفهم وعلى القراءة الصحيحة، التركيز التام. كثير منا لا يقرأ بالتركيز، ولكنه يقرأ وفي ذهنه هواجيس كثيرة وأفكار كثيرة وتتشعب به كثيرا. ولذلك نحن قد ندخل في الصلاة خلف الإمام ويقرأ الإمام وبصوت مرتفع، وحينما تسأل الشخص بعد الانصراف من الصلاة ماذا قرأ الإمام لا يعلم. لماذا؟ لأنه شارد الذهن. وكذلك نحن حينما نقرأ نكون شاردي الذهن، وهذا يعيق سرعة القراءة. لابد أنك تعيش جو الفكرة، تحاول أنك تربط أجزائها ببعض، تشحذ همتك وذهنك فيها حتى تصل إلى درجة لا تحس بما حولك. وفي هذا يقول الشنقيطي رحمه الله فيما يحكى عنه أنه كان إذا قرأ لا يحس بمن حوله، حتى أنه يسلم عليه ولا يرد السلام. فقال له ابنه إن الناس يشكون أنك ما ترد السلام، فقال والله يا بني لا أسمع، والله يا بني لا أسمع. لماذا؟ لأن صار سمعه وبصره وذهنه كله مركز مع المادة المقروءة، فحينئذ سمعه ينشغل بها، فكأنه يقرأ في ذهنه فيسمع بأذنه كل ما وقع تحت عينيه، وحينئذ لا يشعر بمن حوله. وهكذا الإنسان إذا ركز على شيء معين فإنه لا يدري عما حوله ولا يشعر به. فإذا المبادئ الأساسية لتسريع القراءة هي أنك تمسح المادة المقروءة سواء كانت كتابا أو مقالا، تتقن أسلوب القراءة المضطردة التي لا تقبل التراجع، ثانيا تستخدم القراءة العينية المنتظمة، رابعا تتعايش مع المادة المقروءة وتركز فيها تركيزا جيدا. هناك عوامل فرعية هي معينة ومفيدة، وبعض الناس يقلل من أهميتها لكن لها دور جيد وكبير، منها الجلسة الصحيحة. الجلسة الصحيحة، كثير من الناس يقرأ جلسة غير صحيحة وغير مريحة ولا يسترخي استرخاء تاما، أو
يجلس جلسة تعيق أيضا دوران الدورة الدموية، وهذه تؤدي إلى تدني سرعة الاستيعاب. والاسترخاء أيضا التام قد يفقد التركيز، ولكن يمكن أن تستعمل يعني أوقات الاستراحة والاسترخاء أنك تقرأ، متعة والتسلية، المتابعة، تويتر، فيسبوك، قراءة الأخبار العابرة التي ليست ذات أهمية كبرى يمكنك تتابعها. المعذرة، رجع الصوت مرة أخرى. طيب، ما أدري، نحن وصلنا إلى ماذا؟ أظن وصلنا إلى الجلسة الصحيحة، انتهينا منها ولله الحمد، أو لا؟ نعم، دخلنا في قضية اختيار الوقت والمكان المناسب، أليس كذلك؟ نعم. طيب، إذا النقطة الثالثة أو النقطة الثانية هي اختيار الوقت والمكان المناسب. النقطة الثانية اختيار الوقت والمكان المناسب، فتختار الوقت والمكان المناسب، وهذا بحسب نوعية القراءة. فالقراءة الأكاديمية لا وقتها، القراءة الثقافية كذلك لها وقتها، القراءة المتعة والتسلية لها وقتها، فتحدد أوقات مناسبة ومكان مناسب لكي تقرأ قراءة جيدة. أيضا مدة القراءة، حاول أنك تحدد مدة معينة للقراءة، فمن الخطأ أنك تجعل الوقت مفتوح، لأن الوقت المفتوح يعني أنه يمكن أنك تتمدد جدا في الوقت. لكن قل سأنهي هذا الكتاب إن شاء الله خلال 5 أيام، ولا بد من أن يكون تحديدك تحديدا منضبط، مبني على قراءة سابقة وجيدة، ومبنية على يعني دراسة جيدة للمادة المقروءة. ما هو مثلا تمسك كتاب 500 صفحة وتقول أنا سأقرأ منه كل يوم 100 صفحة، إذا هذه 5 أيام. طيب، هذا الكتاب ما هو؟ قد يكون ممكن تنتهي منه في يوم. أذكر أنني قرأت كتاب من 500 صفحة، يعني لا أقول 500، لكن 250 صفحة في يعني 3 ساعات، لأن الكتاب سهل وواضح وجلي وأفكاره سهلة ليست عميقة، مع أني سجلت فيه منه كثيرا من الفوائد. وفي كتاب آخر جلست فيه وهو أقل صفحات منه، جلست فيه شهرا كاملا، لأن الكتاب الثاني كتاب أكاديمي تخصصي يحتاج إلى قراءة متأنية وفهم وإعادة الأفكار مرة بعد أخرى حتى تصل إلى ما تريده. فإذا أنت حينما تحدد الوقت، حدد الوقت لكن بناء على معلومة سابقة عن نوعية الكتاب، عدد صفحاته، طبيعة المادة التي توجد فيه. هذه المبادئ يمكن تطبيقها، وكما قلت لكم فيما سبق أنه إذا قلنا أنه لا يوجد، يعني ليس هناك، عفوا، قلت لكم فيما سبق أنه يوجد تفاوت بين الأشخاص، يوجد تفاوت بين الأشخاص، فإنه كذلك أيضا يمكن أن تدرب نفسك حتى تصل إلى المستوى المطلوب للحصول على المعلومة وتسريع القراءة. كما أن الإنسان حينما يريد أن يمارس الرياضة يجد تعبا في أول الأمر، ومن الخطأ أنه يبدأ بخطوات كبيرة وإنما يبدأ شيئا فشيئا، كذلك أيضا التدريب على سرعة القراءة والوصول إلى المعلومة بسرعة والتقاطها، هذا يحتاج إلى تدريب وتمرين، ولكنه بإذن الله سهل ويسير. لكن احرص على التدرج، فالله تبارك وتعالى خلقنا أطوارا، فيجب كذلك أن نتعلم أطوارا وأن نصل إلى الدرجة العليا بالابتداء نعم، ولكن العشر الأواخر كان يجعلها كلها للقراءة. طيب، آخر نقطة وهي الإعراب والقراءة الصحيحة. الإعراب له وظيفة مهمة وأساسية في حياتنا، ألا وهي فهم المعنى. وهذا الإعراب ليست عملية تلقين بحتة يفرغها بعض المعلمين للطلبة فتؤدي إلى النفور من اللغة. نعم، تؤدي إلى النفور من اللغة، ويصير في صعوبة وفهم إدراك الهدف الصحيح من الإعراب. الإعراب أسمى من ذلك بكثير. الإعراب ضرورة ملحة ما دامت اللغة العربية الفصحى هي اللغة التي نزل بكتاب الله عز وجل، وهي هويتنا التي تميزنا عن باقي الأمم، فهو وسيلة إتقان باقي مهارات اللغة. فإن فهم اللغة يحتاج إلى فهم قواعدها التي تحكم نظامها
وتعطيها الصيغة التي تؤيد بها المعنى المقصود. بالإعراب يتمكن الطالب من القراءة السليمة والكتابة الصحيحة، ويكتسب رياضة لغوية ذهنية تعتمد القياس منهجا والتحليل أصولا والاستنتاج تحقيقا، فيتوافر بذلك حس لغوي يمكنهم من هضم اللغة واستيعابها والتعبير عنها والانطلاق منها. يقول ابن فارس رحمه الله: من العلوم الجليلة التي حظيت بها العرب الإعراب الذي هو أصل الكلام، ولولاه ما ميز الفاعل من المفعول، ولا مضاف من منعوت، ولا تعجب من استفهام، ولا نعت من تأكيد. أسأل الله مني وكرمه ينفقنا وإياكم ويحبه ويرضى، وأرجو المعذرة عن الإطالة، ويبدو أن الوقت لا يتسع لكتابة الأسئلة، فممكن أن تحال إلى